من الواضح ميشيلا بعد بيانات المقاطعة الرسمية التي أصدرتها أغلب القوى السياسية بما فيها الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة السني، بالإضافة إلى القوى الشيعية الأخرى في مقدمتها الكتلة الصدرية، واضح أن النصاب لن يتحقق في جلسة اليوم لاختيار رئيس الجمهورية. فقرتان على جدول أعمال الجلسة حسب ما وصلنا من الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان. الفقرة الأولى هو تأدية اليمين الدستوري لعدد من النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، وأيضا اختيار أو فقرة الثانية هي اختيار رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية. وبما أن المعطيات تشير إلى أن النصاب المطلوب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو 220 نائبا من أصل 329 نائبا لن يتحقق هذا اليوم، فبالتالي لن يكون هناك اختيار لرئيس الجمهورية في هذه الجلسة، وبالتالي أيضا سوف تكون هناك مساحة أوسع للقوى السياسية للتباحث فيما بينها للاتفاق أو لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي باتت رئاسة الجمهورية تمثل العقدة فيها، أو مرشح رئاسة الجمهورية بات العقدة الأبرز فيها، على اعتبار أن المرشح المدعوم من قبل القوى الفائزة والتي تملك أغلبية برلمانية الآن جمد ترشيحه من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي إما أن يصار إلى فتح باب ترشيح مجدداً لترشيح شخصيات أخرى تسمح للديمقراطي الكردستاني بترشيح شخصية أخرى بديلة عن هوشيار زيباري، أو أن الأمور حتى هذه اللحظة ذاهبة باتجاه أن يستمر رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في تأدية مهامه الاعتيادية إلى حين الاتفاق على عقد جلسة جديدة واختيار رئيس جديد للبلاد. شكرا لك حيدر الأسدي، مراسلنا من بغداد.